الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه في الحديث الثاني من هذا الباب الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين معنى هذه الايه وهي قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين أن الرسول شهيد على الأمة يعني شاهد يشهد عليهم وأن هذه الأمة شهداء على الناس. ما المراد بهذه الامه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس هذه الامه لا يمكن ان يكون المراد بها جميع الامه الاسلاميه فردا فردا لماذا لان هناك ناس ينتحلون الاسلام وهم يعتبرون من الامه الاسلاميه لا يمكن للانسان ان يعتمد عليهم في شهاده في حزمه بقل لفسقهم وظهور كذبهم زين هذا الانسان بهذه الكيفية اللي أنت ما تقبل شهادته في حزمة باقل كما يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام زين هذا الإنسان يجي يوم القيامة يشهد على الأمم ويوم القيامة توضع الموازين العادل كل شيء على طبق الأصول الفاسق الفاجر الذي هو يحاسب على فسقه وفجوره ويعاقب بالنار ولو كان من هذه الامة هذا يوم القيامة الله شرف بان يكون شاهدا على سائر الامم هذا غير معقول فليس المراد بهذه الاية كل الامة الاسلامية فردا فردا بمعنى ان كل واحد منهم يشهد على اليهود وعلى النصارى وعلى البوذيين وعلى سائر الناس بل المراد من هذه الاية الامة هم مجموعة من الناس في قمة التقوى والعمل الصالح وأيضا لهم اطلاع على أعمال الناس بالتفصيل فيأتون في يوم القيامة ويشهدون على الناس بالتفصيل يشرفهم الله سبحانه وتعالى بالشهادة من هم هؤلاء؟ ذكرنا لا يعقل أن يكون كل الأمة فردا فردا بل بعض الأمة من هم هؤلاء في أحاديث كثيرة متواترة معنا يبين أن المقصود بهذه الأمة هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام الأئمة يشهدون على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا الامه المراد بها الائمه، يعني ائمةً وهؤلاء الائمه هم يمشون على الصراط المستقيم فيقاس بهم ومن قبلهم برسول الله صلى الله عليه واله يقاس بهم اعمال سائر الناس نشوف سائر الناس يسيرون على نهجهم فهو معهم فهم معهم في الصراط المستقيم. اما بعض الناس اذا شفنا عندهم افراط او تفريط نعلم بأن هؤلاء الناس خرجوا عن الصراط المستقيم. ولذا في الدعاء المتقدم لكم مارق والمتأخر عنكم زاهق واللازم لكم لاحق. شنو هو المروق؟ المروق السهم الإنسان عندما يجعله عندما يجعله في القوس. زين القوس هكذا. وهناك حبل هذا الحبل طرفي القوس يشد بهذا الحبل ثم يوضع السهم نهايه السهم في هذا الحبل ويسحب ثم يرمى السهم بعض الاحيان عندما تخلي السهم على هذا الحبل وتسحب السهم يفلت السهم قبل ان ترميح نهاية السهم اللي هو على الحبل يفلت من الحبل هذا يسمى المروق قبل أن يريد صاحب الرمية أن يرمي قبل ذلك السهم يمرق فلذا الذي يتقدم عليهم مارق والذي يتأخر عنهم زاهق يعني يهلك، زهوق بمعنى الهلاك. جاء الحق وزهق الباطل يعني هلك الباطل. لذلك الخوارج سموا بالمارقين. لماذا؟ لانهم تقدموا على الله وعلى الرسول وعلى الامام علي بن ابي طالب، مع ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انت تكون تابع للرسول، مو تتقدم عليه. فلذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام يسيرون في الصراط المستقيم. ال الذي أفرط والذي فرط الإفراط والتفريط خروج عن الصراط المستقيم. هؤلاء الأمة الوسط ذكرنا الوسط إما بمعنى الواسطة يعني هم الواسطة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى لأن الأوصياء من بعد الانبياء. الانبياء واسطة بين الله وبين الناس يبلغون الناس رسالات الله سبحانه وتعالى. ومن بعد الانبياء الواسطة منهم هم؟ الأوصياء عليهم الصلاة والسلام. وحتى في غفران الذنوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. الإنسان يتمكن من أن يلتجئ إلى الله مباشرة. لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يكون هناك وسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ الملائكة أيضا يتوسلون يعني يطلبون الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى يشوف منو أقرب يجعل الواسطة في غفران الذنوب وفي كثير من الامور الاخرى اراد الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم الواسطة وهذا ليس غلوا فيهم لان الله اراد ذلك فاذا الله سبحانه وتعالى كرم عبدا من عبيده بمعجزة او كرمه بان جعله واسطة بينه وبين الناس فهذا هو عين الايمان كما أن الله سبحانه وتعالى كرم عيسى بأن جعله نبيا ورسولا واسط بينه وبين الناس يبلغ رسالات الله وأيضا كرمه بأن أجرى على يديها المعاجز إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى وغير ذلك من المعاجز المذكورة في القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى فحينما نقول إن عيسى واسط بين الله وبين الناس في تبليغ دينه هذا ليس غلوا في عيسى حينما نقول إن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أحيا الأموات بإذن الله أبرع الأكمه بإذن الله وسائر معاجزه فهذا ليس غلوا في عيسى هذا بيان الحق والحقيقة وإنكار ذلك هو إنكار لأمور ثابتة في الشريعة وفي الدين وكذلك حينما نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله الواسطة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما هذا ليس غلوا في رسول الله لأن الله أراد ذلك فإنكار هذا الأمر هو إنكار مقام أراده الله لرسوله صلى الله عليه وآله وكذلك بالنسبة للأئمة بعد قيام الأدلة القطعية من السنة والأحاديث أنهم الواسطة بين الله وبين الناس بعد جدهم رسول الله صلى الله عليه واله، اخذوا الشريعه والعلوم عن جدهم وبلغوها للناس، والله سبحانه وتعالى جعلهم الوسيله في غفران الذنوب، تتوسل بهم لكي يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك، ولا فرق بين حياتهم ومماتهم، لان الميت ايضا الله سبحانه وتعالى اراد له ان يسمع، ان يرى وإذا أراد الله سبحانه وتعالى لميت أن تكون له منزلة فتكون له منزلة يجي يستدل بأن هناك آيات أن الأموات لا يضرون ولا ينفعون زين الأحياء كذلك الله يخاطب رسوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا يعني ما أملك لنفسي ضرا ولا نفع الرسول وهو حي لا يملك ضرا ولا نفعا الا باذن الله سبحانه وتعالى. فاذا اذن الله سبحانه وتعالى له يملك الضر والنفع، لان الله اذن له وهو حي، كذلك وهو ميت. هو بالذات لا يملك الضر والنفع، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون له مقام في ذلك المقام الضر والنفع، لمن امن به النفع ولمن توجه اليه وتوسل اليه النفع. ولمن كفر به وانكر مقاماته الضر هذا من قدره الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى اذا جعل رسوله في يوم القيامه شهيدا على الناس زين كيف يشهد وهو لا يعلم؟ هذه تكون شهاده زور والله ورسوله اجل من ذلك الله اجل من ذلك رسوله اكرم من ان يشهد شهادة زور كلا هذا من المحالات فلذا الله سبحانه وتعالى يطلع رسوله على أعمال هؤلاء حتى يشهد يوم القيامة شهادة عن علم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وكذلك الأئمة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس كيف يشهدون بدون علم فلا بد ان الله سبحانه وتعالى يعلمهم يعطيهم العلم اعمال العباد تعرض عليهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعطيهم العلم لذلك حينما ياتي يشهد بعلم لا شهاده زور وهم منزهون عن ذلك فلذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حينما يسأل عن هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا ذكرنا أن الوسط هنا إما بمعنى الواسطة بين الله وبين الناس وإما بمعنى الوسط بين الإفراط والتفريط الطريق المستقيم الصراط المستقيم الأمة يعني الأئمة وإذا ورد في حديث بدل ذكر الامه الائمه هذا بيان لمعنى الايه وليس المقصود ان الايه هكذا قراءتها وكذلك جعلناكم ائمه وسطا ليست هكذا قراءه الايه، اكو بعض الروايات البعض يتصور ان هذه قراءه لا نحن قد ذكرنا فيما مضى وسياتي تفصيلا ان القران له قراءه واحده وسائر القراءات غير معترف بها من الائمه عليهم الصلاه والسلام. هذه القراءة المشهورة التي قرأ عليها حفص عن عاصم، هذه هي القراءة الوحيدة الصحيحة للقرآن الكريم، فإذا ورد في بعض الأحاديث كلمات مترادفة، هذه تفسير أو تأويل وليس لبيان قراءة حتى يقال أن قراءة أهل البيت، قراءة أهل البيت هكذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ماذا يقول الإمام الصادق قال نحن الأمة الوسطى إحنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام ونحن شهداء ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه يعني في الدنيا نحن حجة الله لذلك الله سبحانه وتعالى يحتج بنا على خلقه، لماذا لم تتبعوهم؟ لماذا لم تاخذوا معالم دينكم منهم؟ فلانه نحن الحجج في الارض، لذلك في يوم القيامه نكون شهداء. هذه درجتان متلازمتان، في الدنيا حجه لله، في الاخره يشهد لله سبحانه وتعالى بافعال الخلق. طبعا كما ذكرنا في الحلقة الماضية، الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وكان يمكنه وفي قدرته أن يذهب بالناس إلى الجنة أو إلى النار مباشرة بدون حساب، لكن الله سبحانه وتعالى أحب أن يرى عدله، أن يرى عدله في الآخرة، فلذلك رتب القيامة ووضعت الموازين وجيء بالشهداء حتى كل انسان من اهل النار يعلم بان دخوله في النار عن استحقاق، وكل انسان من اهل الجنه يعلم بان دخوله الجنه بفضل من الله سبحانه وتعالى، وايضا هذا عقوبه للعصاة حيث تفضح اعمالهم هناك ويفضحون يوم تبلى السرائر. وايضا انتصاف للمظلوم اذا اتهم في هذه الدنيا يتبين للناس انه هو بريء فهذا نوع من الانتصاف للمظلوم وعقوبه للظالم وايضا بيان الحق والحقيقه لكل احد حتى يعلم الجميع بعدل الله سبحانه وتعالى ولكي يتبين للجميع منزله اولياء الله سبحانه وتعالى وليتبين للجميع دركات اعداء الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي هو الى هذه القابليه لان الله اصطفاه ان يكون حجه لله في الارض هذا في يوم القيامه له القابليه ان يكون شهيدا على الناس، يشهد. والرسول مهمته اهم، يشهد على الائمه عليهم الصلاه والسلام. في يوم القيامة حتى فضل الأئمة يتبين الأئمة واحدا واحدا الرسول صلى الله عليه وآله يشهد لهم بأنهم قد أدوا المهمة بأحسن واجه فتتبين منزلتهم في الآخرة هسه في الدنيا لأنه دار امتحان لعل الظالمين يطمسون الحقائق يقلبون الحقائق كثير من الناس لا يعرفون فضل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام والمراتب التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيها. يعادونهم، ينكرون فضائلهم، فالله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يبين للناس منزلتهم عبر ان الرسول صلى الله عليه واله يشهد على انهم ادوا مهماتهم باحسن وجه. هذه بالنسبة إلى آية الشهادة، أيضا حديث آخر أيضا عن الإمام الباقر، بس هذا الحديث اللي قريناه، الحديث الثاني عن الإمام الصادق، بس الحديث الرابع عن الإمام الباقر، الإمام الباقر عليه السلام يقول: نحن الأمة الوسط، ونحن شهداء الله تبارك وتعالى على خلقه، وحججه في أرضه. كلام الائمه هو كلام واحد لان كلامهم اخذوه عن رسول الله صلى الله عليه واله ولذا تشوف في كثير من الاحيان اكو تشابه في كلماتهم. الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول حديثي حديث ابي وحديث ابي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث امير المؤمنين وحديث امير المؤمنين حديث رسول الله. وحديث رسول الله حديث جبرائيل وحديث جبرائيل هو كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك ذلك الشاعر يقول: و... وَلِأُنَاسٍ قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري" ولذلك تطابق في كلماتهم. زين هذا بالنسبه الى هذه الايه، ايه الشهاده في سوره البقره. ضمن هذا الحديث الثاني السائل يسال عن ايه اخرى الايه الاخرى هي في سوره الحج يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية أيضا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام والإمام الصادق في أحاديث مختلفة يبينون أن المراد بهذه الآية الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو الأئمة هم أبرز المصادق في هذه الآية. "يا أيها الذين آمنوا" الخطاب للجميع. أو الخطاب للأئمة عليهم الصلاة والسلام. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الصلاة أحب ما فيها السجود. ومن بعد السجود الركوع لأنها لأنهما تذلل إلى الله سبحانه وتعالى. أفضل الحالات السجود. في الحديث الشريف أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى حينما يكون هو ساجد. في وقت السجود أقرب الحالات إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هي غاية في الخضوع، حتى أن بعض العلماء يقول أن السجود هي عبادة ذاتية. بعد السجود الركوع، أيضا تذلل إلى الله سبحانه وتعالى، وبشكل عام الصلاة هي عبادة لله سبحانه وتعالى. اركعوا واسجدوا. واعبدوا ربكم بسائر أنواع العبادات العبادة هي العمل الذي يجب أن يؤتى به أو يستحب أن يؤتى به بقصد القربة يعني إذا ماكو قصد القربة هذا لا يعتبر عبادة ولا صحيحا مثل الصلاة الواجبة أو الصلاة المستحبة الصلاة الواجبة يجب أن تؤتى بقصد القربة والصلاة المستحبة أيضا بقصد القربة إذا واحد صلى صلاة المستحبة بدون قصد القربة صلاته باطلة إذا كان رياء يكون حرام أصلا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرُ بس أكو أمور هي أمور خيرية لكنها ليست عبادة إذا الإنسان قصد القربة يحصل ثواب إذا ما قصد القربة قد يكون فيه الثواب وقد لا يكون فيه الثواب يعني واحد يزور أرحامه، صلاة الرحم هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به. زين إذا واحد يزور رحمه قربة إلى الله تعالى يحصل ثواب على هذا العمل. امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. لأن قصد القربة شنو هي؟ يعني قصد الأمر الله أمرني لذلك أنا أطيع في أمره وأقصد ذلك الأمر. وإذا واحد يصل رحمه ليس قربة إلى الله تعالى حالة عاطفية. لأن هذا أبوه مريض مثلا كذا يروح يزوره أصلا هو غافل عن قصد القربة وغافل عن أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان بالأبوين حتى يقصد ذلك الأمر لأن هذا العمل حسن لعل الله يعطيه ثوابا على ذلك لأن الأعمال التوصلية التي لا يشترط فيها قصد القربة إذا كانت مأمورة بها والإنسان قصد الأمر يكون قصد القربة فالله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب له وإذا لم يقصد الأمر جانب عاطفي راعى لأن العمل حسن لعل الله سبحانه وتعالى يثيبه التوصليات التي لم يأتي الإنسان بها بقصد الأمر وبقصد القربة بعض العلماء يذكر هذه المسألة أن واحد يحضر في مجلس حسيني ويبكي على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بحضوره وببكائه يقصد الأمر الذي ورد في الحضور في المجالس والأمر الذي يحث الناس على البكاء على الامام الحسين عليه الصلاه والسلام فهذا العمل يعني هذا البكاء وهذا الحضور يصير عمل قربي اتى به قربة الى الله تعالى ففيه الثواب لانه صار عباده باعتبار وجود قصد القربه فيه هسه اذا واحد بكى ليس بكاء لانه مامور به لا بكاء عاطفي سمع واحد خطيب على المنبر يقرأ فاحترق قلبه وجرت دمعته حتى لو ما قاصد القربة الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك لإطلاقات بعض الأدلة لأن الله كريم أنت لا يكون عملك خطأ يكون عمل محبوب الله يثيب بل أحيانا على بعض الأعمال الله يثيب لأي سبب كان مثلا إذا واحد لم يشرب الخمر في بعض الأحاديث إذا واحد ما شرب الخمر الله سبحانه وتعالى يعطي ثواب لعدم شربه الخمر المؤمنون يحصلون ثواب لعدم شربهم الخمر نفس هذا العمل ترك شرب الخمر محبوب لله سبحانه وتعالى والله كريم فيعطي في الثواب على ذلك زين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون تفوزون في الاخره. ليش يقول لعلكم؟ لانه ماكو ضمان اذا الانسان كفر بالله قبل موته ارتد. اذا الانسان ارتد اعماله تحبط. اذا الانسان بطل عمله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يمكن الانسان صلى في اليوم الثاني أصيب بالعجب فعمله يكون غير مقبول فلذا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى حق جهاده يعني الجهاد الحق يعني يكون بإخلاص واحد جاي إلى الجهاد ليس غرضه كسب مرضات الله سبحانه وتعالى غرض الغنيمة هذا ليس حق الجهاد حق الجهاد أن يكون بإخلاص لله سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم هنا هو اجتباكم هذا قرينة على أنه ليس المقصود جميع الأمة الإسلامية الاجتباء بمعنى الاختيار الاختيار لحمل الدين هل كل الأمة الإسلامية الله اختارها لحمل دينه وكثير من الأمة الإسلامية ناس فسق فجر منافقين هؤلاء لا يصلحون لحمل الدين أصلا المراد مجموعة خاصة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني هذه الأمامر الصلاة الصوم الجهاد الحج وما إلى ذلك هل فيها ضيق على الإنسان؟ كلا أحكام الإسلام سهلة الشريعة سهلة إحنا بعض الأحيان نصعب على أنفسنا وإلا الصلاة كم تستغرق من وقت؟ الصلاة يوميا سبعة عشر ركعة في أوقات متفرقة إذا الإنسان بشكل عادي يصلي سريع يصلي بس بشكل صحيح كل ركعة تستغرق دقيقة واحدة يعني ربع ساعة من 24 ساعة سهل هذا بس اكو ناس يصعبون على انفسهم الصوم سهل ليس صعبا صحيح فيه جوع فيه عطش لكن ما في ليس الصعوبه الشديده والمشقه الشديده وهكذا ترك المحرمات هي بصالح الانسان ليس فيها مشقه ما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هذه قرينه اخرى على ان المراد والمخاطب بهذه الايه ليس جميع المسلمين زين العرب هم من ذرية ابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاة والسلام. العرب بالنسب لا بالاستعراب. زين الان المسلمون ما يقارب المليارين من مختلف القوميات وكثير منهم ليس ابراهيم من ابائهم. فملة ابيكم ابراهيم، اذا تريد تقول المراد كل المسلمين لازم هذه الآية تعتبرها فيها معنى مجازي، كلا. اعتبرها معنى حقيقي والمراد بهذه الآية جماعة خاصة هم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو سماكم المسلمين من قبل هو يعني إبراهيم أو الله سبحانه وتعالى. سماكم المسلمين من قبل يعني قبل أن توجدوا إبراهيم في دعائه كما في سورة البقرة. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إبراهيم وإسماعيل حينما كان يبنيان الكعبة يبنيان الكعبة دعيا ومن دعائهم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك في دعائهم وفي هذا في القرآن أيضا زين لماذا الله اختاركم ولماذا سماكم المسلمين لأنكم تسلمون أمركم إلى الله سبحانه وتعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يعني الله اشتباكم اختاركم لحمل هذا الدين وسماكم المسلمين لكي تشهدوا على الناس اللي يشهد على الناس لازم يكون مختار من قبل الله سبحانه وتعالى وليس كل فاسق انتحل الإسلام يكون مختار من قبل الله سبحانه وتعالى لازم يكون ناس على المستوى تكون لهم القابلية للشهادة ويكون لهم العلم وذلك ينحصر في الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول فرسول الله الشهيد علينا في يوم القيامة رسول يشهد عليهم بما بلغنا عن الله عز وجل يعني شنو الرسول يشهد للأئمة يشهد بأنهم بلغوا ما امرهم الله سبحانه وتعالى به. ثم يقول: ونحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه، يعني اذا في الدنيا صدق في قوله وفي عمله في يوم القيامه هم يشهدون لصالحه انه هذا صادق. فمن صدق صدقناه ومن كذب كذبناه يوم القيامه. اذا في هذه الدنيا كذب. يشهدون عليه بأنه هذا يكذب هذا كذب، ويوم القيامة عندما يصير الكافر يكذب هناك حتى في يوم القيامة حينما يرى العذاب ويرى أهوال يوم القيامة كما في سورة الأنعام: "ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم" هو بالدنيا مشرك, مشرك لكن حينما يجي في الاخره يقول والله ربنا ما كنا مشركين. زين الشهداء ياتون ويشهدون بانه هذا كاذب. في الدنيا كان يكذب بايات الله سبحانه وتعالى قولا او عملا. الان هم في الاخره يكذب يقول ما كنا مشركين يشهدون عليه. نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة حتى تكون الشهادة لصالحنا في يوم القيامة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين